السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والآن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو أنقل تحدي برنامج سؤال بريء، وبالخصوص الشيخ الفاضل أسد الحق علي لمتصلة ومحاورة من أهل السنة والجماعة من السعودية، تحدي بقيمة 100,000 دولار إذا تم أو شرحت أو فهمت، لأن الكلمة مهمة جدا هذه وإن شاء الله أعاقب عليها. إذا فهمت ونعم إذا فهمت الحديث الموجود في صحيح البخاري. نتوجه مباشرة إلى تمام الكلام ولنا تعقيب بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أختنا علياء، إن شاء الله أبو بس مولانا عاشق، بس خلي الأخت علياء. حيا الله أخت علياء. أخت علياء سمعت الموضوع؟ ان شاء الله شيخنا سيدنا. الحين احنا لما نجيب لكم روايات من البخاري تقولوا لا والله فيها منكر، فيها غريب اسناد. هذا غريب، هذا غريب. لا عاد واحد يريد يصلي يخاف، يخاف من عثمان وجماعة عثمان. ما كملت السؤال. بينما الأستاذ الآن يأتي لك بروايات لا لها سند ولا لها رواة ويقول لك شوفوا شو عملوا الصحابة بعض، من أين جاء بهذه الروايات وما مدى مصداقيتها؟ إذا أنتم البخاري ما تقبلوا فيه تقبلوا بالأقل؟ طيب. يعني هل هذا منطق؟ أحسنتي. أولا تقبلون بالبخاري، نقبل بالبخاري إذا وافق الذي عندنا. يعني مثلا أختنا شلون ما أقبل؟ مثلا البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وآله مثلا الصدق طيب، مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو الصدق جميل، أو مثلا حفظ الأمانة جميل. أنا شو أقول؟ أقول لا، أنا شيعي أرفض الصدق وأنا أتمسك بالكذب. لماذا؟ لأن البخاري قال. ما في هذا الكلام. إذا البخاري يا أختنا الكريمة، إحنا ما عندنا حقد، أنت علياء إذا قلتي حقا بغض النظر شيعية سنية ما أعرف منه، أنا أخذ الحق سواء اسمه بخاري بشرط أن يوافق محمد وآل محمد. يا حجوة، يا حجوة، أنت تعرف الآن استحنا بسرد على الأخت سنية لأن أنا كنت بالمذهب السني. من حق لا من الحوار انك تقاطعني. تفضل. لا مو يا اخواني، لين مداخلتك مهمه. انت لو مداخلتك مهمه ما يقاطعوك. انت افخري انه تقولين كلمات طيبه. خلت تكمل شيخنا. كلمه بسيطه اختنا علياء. احنا الان ساقرا لك حديثا واحدا من البخاري، على استحمليني بس. شوفي احنا شلون نقبل البخاري. انتبهي لي، بارك الله فيك. عن من البخاري عن زر بن حبيش قال تبين سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي قيل لي، فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. إذا قدرت تفهميني هذا الحديث من البخاري لك من عندي 100,000 دولار. طيب تفضل. أولا أنا 100,000 دولار الله يجزاك خير ويعطيك خير ويخليها لك. ممكن تعيد السؤال لو سمحت؟ عيد السؤال بس باختصار. تفضل. راح أعيد لك الحديث إذا قدرت تفهمينه وتفهميني إياه من دون الاستعانة بمصدر آخر. يقول عن زر، اسمعوا أخوان الكرام، سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي قيل لي، فقلت قال فنحن نقول كما قال
رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا وين هذا؟ 100,000 دولار. من قلت لك 100,000 دولار؟ أنا ما عندي 100,000 دولار، بس أنا أدري ما قدر يشرحينه إلي، فمصدر أقول لك 1,000,000 دولار. لا هذا وين موجود؟ هذا وين موجود؟ بالبخاري السني مو شيعي. سني. إيه؟ تفضل أختنا عليا. فضل. هذا حديث القالة والقلة. جزاك الله خير الجزاء أخونا بدر، أنت والأخ لوف بحرين، الله يبارك فيكم على دعمكم. فضل أختنا عليا. هو اللحظة بس طلع الحديث، لأني للأمانة الله ما فهمت الحديث. ولا راح تفهمينه. طلعي لا يجوز شيخنا الله يبارك فيك للصادر آراء الناس يجوز تفهمه. هذا الجن ما يفهمونه. طلعي 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 لحظة. تفضل أبو عبد الملك إلى أن الطلعة. تفضل أبو عبد الملك. وجدت وين لقيته يا الله؟ تفضل. وين؟ سألت أبي بن كعب قلت يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حكمه من حكمة الله تعالى أنه لم ينزل القرآن الكريم جملة واحدة، بل نزله مفرقا وفق التدرج الذي أراده الله في بناء وتربية المجتمع المسلم المبين. على البخاري. لا شيخنا طول مجال. شيخنا طول مجال. شيخنا طول مجال. شيخنا طول مجال. عن الحديث نشرح الحديث الحين. انت سالت السؤال يا استاذ حفظك الله، المفروض انك تستنى هذا هذا اللي تقريه. شيخنا لا تقاطعها الله يرحم والديك، هذا اللي تقريه هو في الحديث. لو رحت الكتاب ثاني. لا لا هذا تفسير هو ما يعطيني. شو اسم المفسر؟ شو اسمه هذا؟ في الدرر السنية. يعني احنا لو اخذنا هذا الحديث بدون المفسر نضيع، يعني بخاري مضيعنا إلا نجيب له واحد يترجم لنا. يلا أريد أن أسألك سؤال، هل كل ما يوجد في كتبك تفسره أنت أم تفسره؟ نعم 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 نعم، كل ما موجود في كتبي أفسر لك. يعني أنت يا حاج وعد تقدح من رأسك؟ أي أقدح من رأسي، أقدح أنت من رأسك. هذا مو دين، هذا مو دين، أنت لازم تأخذ. ليش؟ لحظة لحظة لحظة، ليش تقولون النبي صلى الله عليه وآله تركنا على المحجة البيضاء؟ هذا المنهج العلمي، هذا المنهج العلمي، تحملني حاج وعد، هذا المنهج العلمي. يعني هي بدل ما تقول تقول والله يا أخي أنت كلامك صحيح وهذا الحديث غير قابل للفهم، أنت مباشرة أنت تفسر كل اللي في كتبك. يعني قبل أول شارح للبخاري، صبري، أول شارح للبخاري من؟ سيد بيتر. أخت علياء الله يستر عليك، الله يحفظك أختي الكريمة، أختي الكريمة، أنت محل احترام عندنا وتقدير، بس تحملين شيء. أول شارح للبخاري منه سيد بيتر؟ أول شارح. كثيرين شرحوا البخاري. أول شارح على حد علمك، يعني كم الفترة اللي بينه وبين البخاري وشرح البخاري؟ كثير حج، يعني 200-300 سنة تقريبا، يعني 300 سنة ما حد يعرف معنى هذا الحديث إلا أجا الشراح. يا أختي الكريمة هذا كلام أنت تقولين صحيح البخاري، تفضلي الآن هذا الحديث لوحدي ما تقدرين تفهمينه. يا أستاذ رجاء، هل أنت تشرح كل ما ورد في كتبك بنفسك بدون الحاجة إلى رأي العلماء والمفسرين عندك؟ أختي الكريمة هو هي المسألة تبين من بداية من طريقة السؤال. 200 سنة ضبط، 200 سنة أبو نصر الداودي، 200 سنة. هي المسألة تبين هذا. أنت الآن تركت الحديث، أنت الآن تركت الحديث وصار عندك مشكلة. وين صار عندك أنت تأخذ من هذا لو من هذا؟ على العموم كمل المداخلة، شرحي، ذكري الشرح، تفضل. أنت الآن قلت يا حاج وعد وألزمت نفسك بشيء أنت لازم تشرحه الآن لكل اللي قاعدين يشوفون بثك. أنت قلت إنك أنت مو بحاجة رأي علمائك ولا مفسرينك فيما ورد في كتبكم، صح ولا لا؟ إيه صح. يعني انت مثلا ما انت محتاج انك تاخذ فتوى من اي احد، ولا انت محتاج انك تشرح احد، معناتك انت تاخذ دينك من راسك انت فقط، مع كامل الاحترام لك حاج وعد، صح ولا لا؟ شوفي، اكو مسائل فقهيه واكو مسائل عقديه. احنا في العقيده ما عندنا تقليد، انه نذهب مثلا الله تبارك وتعالى واحد، أنا أذهب إلى المرجع تبعي
اقول له السلام عليكم، ممكن تعطيني فتوى انه الله واحد؟ يعني قال لي الله مو واحد، شلون؟ فهذه المسائل ما بيها تقليد، انما سغرت خليني غير اكمل السيرين وتخنقيني. يعني انت لا فايدي ذابتني بالبحر وتقول لي اسبح، شلون اسبح؟ تفكيني اسبح اسبح ايه، تقول لي اسبح غير تفكيني دي، شلون اسبح؟ اطبش. المهم نرجع للبحر، نرجع للشرح. فلما الفقهاء يقولون والله يا عليا، الفقهاء يقولون انه يجتهدون في مسائل اصول الفقه، اي استنباط الاحكام الشرعيه بالادله التفصيليه. حالي حال الاخرين، مثل ما اقرا نص افهم النص، او هنالك اليه معينه لفهم النص. شنو الاليه؟ الاليه المعينه، دارس عربيه فاعرف العربيه، دارس اصول فاعرف الاستنباط، دارس طب فاعرف الطب، علمني فلان علمني فلان. فمدار فهم الامور الى معرفه الانسان، ومعرفه الانسان تختلف من انسان الى انسان. فانت عندما تقولي لي انت تفهم، نعم افهم وافهم نصوصي، لكن اذا وقف نص معين، لا ان العله موجوده في التدليس في النص كما فعل البخاري. هذا البخاري قال وقلت، والا لما يذكرون حديثا قد تغيب عني المصطلحات فاذهب الى المصطلحات. هذا ليس كالمورد الذي جاء به الشيخ اسد أنه قال كذا وكذا. بالله عليك شلونك أخت علياء؟ اليوم سيد ميثم قال عنك أنت علياء نفسي، قال كذا وكذا، فبديهيا تقولي لي شو كذا وكذا؟ ماذا قال عني؟ أو قال فقال لي، فقلت له، فقلت لك، فقلنا كما قالوا. طب وين الشرع؟ كلها قيل وقال. فأنت لما تقولي لي تفهم، نعم أفهم إذا الكلام واضح أفهمه، أما جايب لي قيل وقال مثل هذا البخاري حدثني كذا وكذا، فقال فقلنا كما قال، فقيل لي فقلنا، فقالوا كما قال. يا حاج وعد، يا حاج وعد، مثلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح، تمام؟ أحسنتي. هو اسمع ايه؟ يا حاج وعد الله يهديك وان شاء الله يا رب نشوفك سني. ايش طلعت اليوم هم انا رساله جتني نفس علياء نفسك، الاخ سماحه الشيخ وهبي دز لي سبع رسائل يقول لي حجي انا اشهد الله انني احبك في الله وكلنا نحبك، وان شاء الله ملخص الرسائل ان شاء الله تصير سني. وانت تقولي لي ان شاء الله تصير سني، شنو قضيتكم؟ شكوا بيا، ما بيا شيء، شكوا بيا غير تدخل الجنة. الآن يا حاج وعد، البخاري في أقسام الصلاة، أركان الصلاة، في كافة، كل هذا يا حاج وعد مو بعد بعينك وبالنسبة لك هرتقة وكلام فاضي. لا لا والله ما قلت. يا ظالمة أنا ما قلت، مو قلت لك البخاري إذا قال شيء، إذا قال شيئا صحيحا انا اخذ مني. يا ظالمه شلون تدخلي الجنه وانت ظالمتني؟ الا تقولي لي سامحني، الا تقولي لي سامحني. انا قلت لك البخاري اقبله، البخاري ذا شيء وافق محمد وال محمد اقبله، انت ذا تقولين شيء وافق محمد وال محمد عليهم السلام اقبله. يا اختنا انا مو متعصب، احنا الشيعة عندنا ميزان، قبان تدري شنو ميزان؟ اذا هذا القول اسمه ابو هريره، اسمه عمر، اسمه يزيد، تدرين مرواتنا اسمه معاوية ويزيد، من علاقة؟ يقول صح نقول له جزاك الله خير الجزاء، وافقت محمد وآل محمد. احنا محمد اخو عائشة ابن ابي بكر، ابوسه اتمنى احشر معه، عائشة ما اتمنى احشر معه، وهذا ابن ابو بكر وهذا ابن بنت ابو بكر. ليش؟ لانه هذا وافق محمد وال محمد. لا 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 يا حاج وعد، ما احتمل الاحترام لك لانك انت اتبعت هواك، انت الدين عندك عاطفه اشخاص رموز. السلام عليكم حجي. وعليكم السلام ورحمه الله.
حياكم الله من جديد اخواني اخواتي، مثل ما استمعنا مثل ما شاهدنا طبعا الان التحديات، مثلا تحدي والله ساترك التشيع، الحاج وادي اللامي دائما ما يقول والله ساترك التشيع اذا اجبتم على هذا السؤال، سيد ميثل الموسوي والله ساغلق القناه اذا اجبتم على هذا السؤال، الان تحدي اخر والله سادفع 100,000 دولار اذا اجبتم على هذا السؤال واذا فهمت يا علياء هذا الحديث. هذه التحديات تنطلق من منطق او من منطلق قوه، ومن صحة العبارة مكان قوة. نعم لا يستطيع أحد أنه يجيب على أسئلة المحاور الشيعي العلمي اللي تكون ممزوجة بالأخلاق وبالأدب، فيتم إطلاق هكذا تحدي. ولا السيد أو الشيخ الفاضل أسد الحق علي عنده قناة فضائية، وهذه القناة محتاجة أصلا تبرعات، فهو لا يملك هذا المبلغ بالتأكيد، لكن هو على ثقة، على ثقة بأن الطرف الآخر لا يستطيع الإجابة. إذن بمجرد أنه سأل هذا السؤال توجهت إلى الدرر السنية لشرح هذا الحديث، قالت كلمة جيدة لكن نقضها الحاج وعد اللامي، وهذا التركيز مهم جدا على ما قاله الحاج وعد اللامي. نعم قالت أنه هل نحن نحتاج إلى مفسر؟ الكلام هنا ليس للحاجة لوجود مفسر، الكلام هو في التدليس. فالحاج الفاضل الحاج أسد الحق علي عندما قال أتحدى بقيمة 100,000 دولار، الكلام هنا عن الكذا والكذا، وقال وقلنا وقال كما قلنا وأنا أقول كما قال، يعني ما معنى الحديث أيضا. فهذه المصطلحات لا معجم يقدر يفك هذا اللغز، لأن هذا الكلام اللي موجود في البخاري أخواني أخواتي الأعزاء الأفاضل اللي موجود في البخاري يعني أكيد بي يعني وحدة موضوع، يعني وحدة موضوع، وحدة الموضوع أو موضوع تام به كذا وكذا، وقال وقلنا وقال كما قلنا ونحن نقول كما قال، كل هذا الشيء وبه كذا وكذا. نعم هذا الموضوع ما مستحيل ينفك إلا إذا رجعنا إلى روايات أخرى فك التدليس بها. الكلام هنا أختنا الفاضلة علياء، ليس الكلام هل نحتاج إلى مفسرين أو لا. نعم بالتأكيد الكل يحتاج إلى مفسر لكن بقدر، أما إذا كان تدليس وقطع للكلمات فهذا الشيء لا يمكن أن نلمسه إلا بجمع الروايات الأخرى وضمها إلى هذه الرواية. تقبلوا تحياتي بختام الفيديو وفي أمان.